كما تشاهدون هذه الكميات الكبيرة من الألغام والعبوات الناشفة التي تم نزعها من قبل الفريقين الأول والثاني التابع للواء المهام العمليات المشتركة وألوية العمالقة، والتي نزعت من عديد من القرى في منطقة مديرية حيس والجراحي، والتي زرعتها الميليشيا الحوثية في المدارس وفي الطرق وفي المزارع، والتي كانت ستتسبب في كارثة إنسانية.